أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على تطورات الأحداث في ريف تعز. قالت مصادر محلية إن اتفاقا قضى بتسليم إدارة أمن الشمايتين في تعز إلى قائد قوات الأمن الخاصة العميد جميل عقلان. وأضافت المصادر أن عقلان تسلم مبنى إدارة الأمن بعد خروج مدير أمن المحافظة العميد منصور الأكحلي الذي كان محاصرا فيه إلى مقر قوات الأمن الخاصة. وكانت اشتباكات قد اندلعت بين حراسة مدير الأمن منصور الأكحلي ومدير أمن الشمايتين على خلفية قرار بتغييره. في السياق أيضا وجه محافظ تعز دبيل شمسان بإلغاء قرار مدير أمن المحافظة العميد منصور الأكحلي القاضي بإقالة مدير أمن مديرية الشمايتين العقيد عبد الكريم السامع من منصبه. وقال شمسان في تدوين على صفحته في فيسبوك إنه وجه باستمرار السامع في عمله وسحب العميد منصور الأكحلي لقواته من الشمايتين والعودة بها إلى تعز. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: كيف بدأت الأحداث في تعز وكيف يمكن إيقافها، وهل يمكن القول إن هذه الأحداث تأتي ضمن سياق يمكن من خلاله جر المحافظة إلى الانفلات الكبير؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. أي حدث عابر قد يتحول إلى مشكلة تبدأ ولا تنتهي، ذلك ما وصلت إليه تعز، المدينة المخنوقة بانقلابين عن شمالها ومن الجنوب. منذ أعوام والمدينة ترزح تحت وطأة الشحن والتعبئة تمهيدا لجعلها ساحة للصراع، كما هو السيناريو المعد من قبل تحالف الحرب على اليمن. أي تحرك للدولة سرعان ما يتحول إلى معركة شرسة تبدأ في مواقع التواصل الاجتماعي وتتوسع لتصبح مواجهات في الميدان. حتى قيادة السلطة المحلية أصبحت طرفا في المشكلة لا حلا كما تتطلبه المدينة منها. فمنذ تعيين المحافظ الجديد ما من قرار يتخذ من قبل اللجنة الأمنية التي يرأسها إلا ويتحول إلى مشكلة ينقسم حياله أعضاء السلطة المحلية. زحف المشاكل باتجاه ريف المحافظة المحاذي لمدينة عدن بالتزامن مع انقلاب ميليشيا المجلس الانتقالي فيهم من الدلالة الكثير، خصوصاً وأن تلك المناطق تعد بمثابة ريف أو ضواح للعاصمة المؤقتة لما لها من ارتباط ديموغرافي بعدن. وذلك ما يدركه الانقلابيون في الجنوب الذين يسعون لتأمين انقلابهم بدءاً من ريف تعز. إذن نبدأ النقاش مع ضيفي من ماليزيا رئيس مركز يمنيون للدراسات دكتور فيصل علي. دكتور فيصل علي، بالبداية تعليقك على أحداث تعز الأخيرة. أنا سمعت التقرير قبل قليل يتحدث أن تعز هي ريف عدن، وهذا الكلام يعني قد يكون صحيح لكن يحتاج إلى توضيح. الحجرية هي ريف عدن، أما ما يجري في تعز خلال هذه الأيام فهو يعني عمل يسيء لتعز ولمكانة تعز وللمواطنين اليمنيين المقيمين في هذه المدينة العظيمة التي يعني أسهمت في كتابة التاريخ اليمني الحديث والمعاصر، وأسهمت في صناعة الثورة والمقاومة 2011 وما قبل 2011 من 48 إلى 62 إلى 63، كانت تمثل دورا محوريا وتنويريا وتثقيفيا لكل الجماهير اليمنية. اليوم تعز تختلف على مسائل تافهة كاسم شرطة ومقواس أو يعني نقطة تفتيش، هذه الأعمال تسيء، هذه أعمال صبيانية تسيء لتعز. هناك نعم. من يهيئ الناس إعلاميا من قبل الحزبيين هنا وهناك ويعني ويثيرون القلاقل، وهذا لا يستدعي يعني هذه الأمور البسيطة لا تستدعي كل هذه الإثارة. هناك مشكلة حقيقية في تعز، هناك من يتربص اليوم بتعز، هناك القوات التابعة للإمارات في باب المندب والمخا تريد اقتحام تعز. هذه مؤشرات خطيرة بعد ما حصل في عدن، تعز ستكون التالية. يجب أن يتوقعوا ما هو أسوأ. لماذا يختلفون ويثيرون الضجيج ويثيرون الخلافات والاختلافات بينهم؟ هل هناك عقلاء في تعز؟ هل هناك حزبيين هنا أو هناك في الناصرية أو في الإصلاح يسكتون هذه الأبواق المأجورة التي تعمل على إثارة الضجيج؟
وليكن مدير الشرطة مختلف، يعني لا يتفق مدير الأمن لا يتفق مع أحد موظفي أو مع مدير القسم، هذه مسائل إدارية فنية لا تستحق لا الضجيج الحزبي ولا الضجيج السياسي ولا الجدل ولا الإثارة الإعلامية والمناطقية التي تحدث في تعز. دكتور تفضل بالبقاء معي، أشرك في الحديث أيضا مساعد مدير الأمن العقيد سمير الأشبط. سيد سمير أو سيادة العقيد، كيف بدأت الأحداث في ريف تعز من وجهة نظر أمنية وإلى أين اتجهت؟ طبعا اتجهت في تهدئه، والان سلمت اداره مدير شمسين الامن الخاص، والامور ان شاء الله الى الافضل، وستكون ان شاء الله الدوله ومؤسسه الدوله هي السائده في تعز مهما حاول المغرضون والفصل وقارب الفصل الاجتماعي الذين لا ينتمون لهذه المدينه، وحتى لو ادعوا الانتماء لا ينتمون لها، لان من ينتمي لهذه المدينه سيدعم المؤسسات مؤسسه الدوله وسيدعم حقوق الدوله، ولن يدعم الفلسفه ولن يدعم التمرد بالدوله، لان التمرد على قرار مؤسسه الدوله اصبحت موضع يعني يتباهى بها كثيرون ويبررها الكثير من ضعفاء الفرص، لكن تعز تبقى هي حاضنة الدولة والتي تجعل من الدولة ومن الشرعية مقام الشعب المسلم يتجاوز حد. سيادة العقيد، بالنسبة للجنة الأمنية التي خرجت لفتح طريق التربة تعز، هناك اتهامات أيضا لمدير الأمن بتجاوز ما اتفق عليه في اللجنة الأمنية، ما صحة ذلك؟ كثير عام الشرطة العقيد محمود الرحسي ينفذ انهاء حقه القانوني، طبعا نحن نعلم ان الحق القانوني وتغيير الموظفين واستبداله هذا مشكلة مثل الاخر، بالذات ان عندما لا يكون هناك قرار جاهز، و حتى الشرطه مرتبطه حسب القانون القرارات الجمهوريه تختبر هيئه الشرطه تطابق على مستوى وطني، ويستثنى من خضوعها لقانون السلطه المحليه وفق الماده رقم 3 فقره د لقانون السلطه المحليه رقم 4 سنه 2000، يعني بمعنى ان المدير يمارس حقه القانوني وحقه الدستوري وحقه المشترف عليه في القانون في الجمهوريه الفنيه، لكن هناك اشخاص يحبون ان تكون ان يكون القانون هو في معينه تعز، يحبون ان تكون الفوضى هي الاساس، وهذه مشكله من المشاكل. يدعون بانهم مثقفون وانهم وطنيون وادري كيف يصبح القانون، وعندما يصبح القانون وعندما يرسم القانون يعني يصبح الوطن. مثل تعز لن تكون الا حاضنه الحضاره وحاضنه القانون والقانون يفتح فيها، ولن يتجاوز الاخ مدير العام هذه الخطوط التي يعني مرسومه له حر القانون. سيادة العقيد تفضل البقاء معي، أشرك معنا في الحديث أيضا من تعز، ينضم إلينا فهمي محمد رئيس دائرة الثقافة والإعلام في اشتراك تعز. أهلا بك سيد فهمي. أهلا وسهلا سيد فهمي، تعليقك على أحداث تعز الأخيرة. أولا طاب مساء المشاهدين الكرام، باعتقادي انه الاحداث الاخيره هي بحد ذاتها احداث غير مبرره، بمنطق اخر يعني ما كان يفترض ان تصدر قرارات في هذه الظروف وفي هذه الوقت بالتحديد بتغيير مدير امن الشماتين، خصوصا ان الوضع بتعز يمر بحساسيه في بين المكونات السياسيه. فصحيح انه مدير الامن كجانب اداري يحق له قانونا ان يصدر من القرارات وان يغير من يريد عينه، لكن المنطق السائد الان بتعز هو منطق من حيث المال، المنطق السياسي سيتم كثير من الاشكاليات، سيتم كثير من الحسابات، سيدخل الدولة السياسيه في صراعات اعلاميه وصراعات سياسيه وحسابات، اعتقد اننا نحن
الفرق هذا بغنى عنها يعني، خصوصا وان القرار الصادر ما ترجع تكون محل اجماع السلطه المحليه يعني. تلاحظين ان نفس الثنائيه تتكرر يعني، يصدر مدير الامن قرار ثم يعترض محافظ على اصدار القرار وهكذا يعني، وهذا يؤكد بأن القرارات ما تاتيش بناء على حاجه وطنيه او بناء على اتفاق وطني او بناء حتى على معطيات سياسيه صحيحه، بل يتم يعني صدورها عبر اما وجهات نظر قاصره او اما ذات بعد سياسي غير دقيق، وبالتالي يحصل هذا الاغتيال حتى على مستوى السلطه المحليه نفسها كما هو حاصل الان، بانه مدير يعني المحافظ يصدر امر بالغاء قرار المحافظ ويتم بالاخير يعني تفضل اجتهاد على اساس انه تنسحب قوات مدير الامن الاكحلي وتنسحب قوات مدير الامن الثانوي، ويتم يعني تكليف مدير الامن نائب مدير الامن لاداره العمليه مؤقتا حتى يتم حسمها وهكذا يعني. فاعتقد انا بانه كنا غير محتاجين لمزيدا من التصعيد ومزيدا من الارجاك في الوضع السياسي في تعز، خصوصا ان المشهد الجنوبي يعني بدا اكثر قتامه مما كان عليه. سيد فهمي تتحدث عن موجات صراع سياسيه وعسكريه تضرب المحافظه بين وقت واخر، برايك ما المسؤول عنها؟ نعم، تتحدث عن موجات صراع سياسيه وعسكريه تضرب المحافظه كما تحدثت انت، من المسؤول عنها؟ من يقف وراءها؟ هو يعني اعتقد انه السؤال بشكل انه من المسؤول عنها يعني تجعل المسؤوليه تقع على كل الاطراف، لكن هناك وقائع تستدعي هذا الصراع وهذا بحكم يعني كما تفضلنا القرارات التي تتخذ او تكون غير دقيقه، وبالتالي الاحزاب السياسيه او تعد هي المساحه الموجوده من الجمهوريه كلها لمشاركه العمل الحزبي والحضور السياسي، وبالتالي هذا المسار حساسي بحد ذاته. الشيء الثاني تكوين السلطات في تعز وبنيتها وما رافقها من اختلالات وما رافقها من نوع من الحيازه او نوع من التواجد اللي يعني كثافه مثلا لتيار سياسي عن تيار سياسي اخر، هذا ايضا يخلق نوع من الصراعات، نوع من الحساسيات، نوع من التراشق الاعلامي الذي يجب ان يترسع كل الاحزاب الوطنيه وكل المكونات السياسيه ترتقي بلغتها الى مستوى يتجاوز المصالح الشخصيه والمصالح الذاتيه او لغه الاستحواذ او لغه الاقصاء، يعني بحاجه الى صياغه فكر سياسي جديد في تعز، بحاجه ايضا الى اعاده النظر في مساله البنيه القائمه للسلطه بشكل عام. طيب تفضل للبقاء معي، ايضا اعود الى ماليزيا وضيفي من هناك دكتور فيصل علي. دكتور فيصل، قبل قليل تحدثت عن ان هناك محاوله لتكرار ما حدث في عدن في تعز، ونظرا للارتباط الديموغرافي ايضا الوثيق بين عدن وريف تعز، هل تعتقد بان هذه التطورات مخطط لها وتستهدف تامين الانقلاب في عدن؟ بالطبع، تعز وعدن ضمن المنطقه العسكريه الرابعه، وما يجري في عدن ينعكس على تعز وما يجري في تعز ينعكس على عدن. كلما ارتفعت يعني نسبه المشكلات في احدى المدينتين يكون هناك انعكاس على المدينة الأخرى. أحدثت الإمارات ما يسمونه انقلابا في عدن خلال هذه الفترة، وهي أحداث يعني كانت عشية العيد وما قبلها. هذا العمل العسكري المضاد للدولة اليمنية سينعكس تلقائيا على تعز. قوات طارق صالح التابعة للإمارات في باب المندب اعتدت على إحدى المعسكرات أو الألوية على أحد الألوية الموجودة هناك الذي يقوده فلان الزامكي من الحرس الرئاسي، يعني المشكلة متصلة. اللواء 35 أيضا هو الإمارات ظلت تراود هذا اللواء وبعض أفراد هذا اللواء وكتائب أبو العباس، ويعني تراودهم تريد أن تحدث أو تستحدث حزاما أمنيا أيام سيء الذكر أمين محمود المحافظ السابق الذي أتت به الإمارات، لكنه لم يستطع أن يقيم هذا الحزام الأمني. اليوم تعز تستهدف يعني في هذا المخطط الجديد، ربما تتحرك الأرسال العسكرية
التي دربتها الإمارات هناك الميليشيات تحت غطاء قوات طارق صالح أو تحت مسمى قوات أبو العباس أو غيره تتجه إلى تعز. ستحدث هناك كارثة. لماذا لا يتدارك الناس العقلاء في تعز من كل التيارات والمكونات السياسية والقبلية والاجتماعية هذه المشكلة؟ بقاء تعز موحدة الكلمة قوية ضد أي اعتداء سواء من قبل الإمارات أو من قبل التحالف أو من قبل أي كان هو لمصلحة تعز ولمصلحة استعادة الدولة اليمنية. كنا نقول وكنا نراهن وما زلنا نراهن على أن من يريد دولة فتعز هي مفتاح الدولة اليمنية. من يريد وطن آمن للجميع في الشمال والجنوب فتعز هي البداية، هي بداية الدولة ونهاية الدولة. سنعود للحديث عن هذا، سنعود للحديث عن هذا الموضوع، لكن أشرك أيضا العقيد سمير الأشبط أو أعود إليه. سيادة العقيد، هناك تضارب واضح بين أعضاء السلطة المحلية في تعز، لماذا هذا التضارب؟ واحد يقر وواحد يلغي، ما الذي يجري بينهما؟ طبعا بالنسبة لقضية التضارب وقضية يعني التباين بين القرارات، اعتقد هي التدخلات في الصفات، هو كان كل واحد فهم يقرا القانون الذي يناهض في ذاته وكيف لم يتدخل احد في اختصاص الاخر، بل انه سيحان كل واحد من الاخر. يعني تدخلات وهناك هدف رؤيه واضحه في الوقت في تحت، وأعتقد أن بعض الشخصيات المسؤولين في تعز ليس لديهم رؤية لوضع عام في الجمهورية الفنية. نحن نعلم أن الوضع في أحسن تعزم جدا، وحصل انقلاب يعني كبير وانقلاب يعني قطع طبقة من وجود الشرعية في محنة عام، وتعزيز الفضل قطع هي النقطة التي يعني ضربت ستضرب وسيتقطع الشمال والجنوب خلال، لأن تعز راحت وهي العمل الوحدوي الرئيسي هناك محافظات كبيرة يعني وحوية يمنية، والشعب اليمني بأجمله يعني متوحد ومع الوحدة، لكن تعز هي رابط رئيسي. فالاصل من مسؤولينا ان يفهموا ان يعني يجب علينا ان نعزز حضور الدوله، نعزز حضور المؤسسات، نثبت الاحداث، نستطيع ان نرتب وضعنا ترتيب دقيق، ان استطعنا ان نكون يعني هام واحد وخفيف حوائجنا وهدف واحد هي اليمن، وتبقى الحاضنة الاجتماعية، الحاضنة السياسية، الحاضنة الشعبية، الحاضنة الاقتصادية والثقافية في الوقت الكبير. أم أن نجلس كل واحد منا يقيم حسب امتلاكاته السياسية وحسب مرجعيته، لا أقول له أن يفرق الاجتماعية الشخصية، هذا تمام لا ينبغي أن يكون، لأن هذا الكلام هو الذي سيؤدي العقيد سمير الأشبط مساعد مدير الأمن من محافظة تعز، أشكرك جزيل الشكر. سيد فهمي محمد، دكتور فيصل وافق على وجود أن هناك مخطط لجرى المحافظة نحو مخطط ينسجم مع تطورات الأحداث أيضا في عدن، كيف تنظر أنت لذلك؟ أنا لا يعني بالطبع كل السيناريوهات مكتملة في ما يحصل في المستوى بشكل عام،
لكن انا اقول بانه في تعز بالذات اذا قطاع المعنيين بالامر او قيادات السلطه تصرفوا بمنطقه الدوله سوف احداث اي مخطط يتناول تعز على مواجهه ما حصل في الجنوب وفي غيره. سابقا كان هناك اكثر من صرف واكثر من ضغط على مساله حزام امني على مساله من هذا القبيل، لكن تصاعد الاحداث السياسيه وتصاعد السلطه وتصاعد الجيش المستقل عرفت هذه الفكره على اعتبار بانه كان مطلب الجميع بانه اذا كان هناك دعم فليتم دعم ما هو حاصل في الواقع من جيش المعسكرات يتم تحريف. اعتقد بان الاشكاليه تتعلق اولا بعدم وجود قيادات في السلطه سواء على مستوى العسكري او على المستوى المدني تتصرف بمنطقه الدوله، هذه مشكله كبيره، هذه اولا يجب ان بمعنى اخر اذا حصل هناك يعني من الطبيعي ان يشب المسؤول هذا على سين او على صاد، لكن بحال ان يتصرف بمنطقه الدوله سيتم تجاوز كثير من الاشكاليات ومن العقبات. المشكله ليست في وجود مخططات خارجيه اماراتيه او سعوديه او سين او صاد، بقدر ما تتعلق المشكله بفراغات وفي مساحات يتم تركها بفعل سياسي داخلي على مستوى الواقع، وهذه اشكاليه. يعني ما يجري بتعز الان او ما يتطلب ان يكون هناك بتعز على السلطه المحليه على مدير الامن على قياده البيت ان تتصرف بمنطقه الدوله وليس بمنطقه الانتماء لسين او صاد. اذا استطاعت ان تتصرف بمنطقه الدوله وبحضور الدوله كل المكونات السياسيه تتصرف بجانبها وكل الاختلاف السياسي سيزول وكل الصراع الذي حاصل الان على مستوى الاعلام وعلى مستوى السياسي سيزول. يعني يجب فقط ان تتصرف هذه القيادات العسكريه بمنطقه الدوله وكل شيء سيكون في تعز. سيد فهمي محمد رئيس دائرة الثقافة والإعلام في اشتراك تايز، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي من ماليزيا دكتور فيصل علي، برأيك كيف لتايز وأبنائها أن يتصدوا لمشروع التقسيم الذي يحوم حولهم والمشروع الإماراتي الذي يمسهم مباشرة؟ يستطيع أبناء تايز القيام بالكثير في هذه يعني في حماية هذه المدينة. أولا نزع عوامل وأسباب الخلاف اليوم التي يعيشونها، يستطيعون إيقاف كل هذه العوامل والترفع عن الخلافات وإثارة الضجيج إعلاميا، ويعني كل قضية تؤخذ يعني بمستواها اللازم، إذا كانت قضية إدارية أو قضية تستحق النقاش تناقش في أطر معينة. ما لماذا يقحمون كل مشاكلهم الحزبية والإيديولوجية ويستدعون التاريخ ويستدعون يعني ماضيهم الإيديولوجي اليوم في كل قضية وفي كل صغيرة وكبيرة؟ عليهم أن يتوقفوا. يعني تعز اليوم تحتاج جهود الجميع، تحتاج جهود أبو العباس والحمادي وتحتاج الناصري والإصلاح والاشتراكي وكل قادة الألوية، تحتاج محافظها الغائب في القاهرة. نسأل الله أن يعيده بالسلامة، ونسأل الله أن يوفق ويلم الشمل بين أبناء تعز حتى يتصدوا لأي محاولة للإخلال بالأمن واستقرار المحافظة. هناك جبهة مفتوحة مع الحوثي، لا نريد لتعز ولا لأبناء تعز أن يفتحوا جبهة أخرى مع قرين سواء مع يعني فيما بينهم البين أو مع الجنوب، لكن هنا مع القوات التي تسيطر على الجنوب وليس الجنوب. نريد لهم أن يتحرروا من ماضيهم ومن عقدهم المتخلفة التي تجني على تعز. تعز اليوم بحاجة إلى كل صوت عاقل من أبنائها في الداخل والخارج لإيقاف الفوضى الإعلامية التي هي أكبر من الفوضى الحقيقية أو الخلافات التي تجري هنا وهناك. لماذا لا يعود المحافظ في هذه الأوقات العصيبة؟ لماذا لا يرتفع صوت العاقل في تعز؟ قادة الأحزاب الذين هم من تعز أو مشاركين في العملية السياسية الموجودة في تعز على علاتها، عليهم أن يجلسوا ويوقفوا هذا العبث بتعز وبمستقبل تعز. إذا أتت الكارثة لن تعرف ناصري ولا إصلاحي ولن تعرف أحد منهم، إنما ستغمر الجميع يعني وسيكون الطوفان ضد الجميع من أبناء تعز. لماذا نعرض هذه المدينة التي هي نواة الدولة اليمنية ونواة القوى اليمنية؟ اليوم نحن يعني في كل
في كل جلسة نقاشية مع الأكاديميين ومع الخبراء الاقتصاديين والسياسيين نركن أن لدينا ذخرا في اليمن وهي تعز. إذا أردنا استعادة الدولة بشكلها الحقيقي فتعز ستعيننا بكوادرها بعمالها بشبابها بنسائها برجالها حتى نستعيد هذه الدولة التي تشتتت علينا شمالا وجنوبا. تعز يجب أن تكون نموذج، وأنا أتمنى أن يتفهم قادتها هذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يتوقف كل هذا العبث. وشكرا لتعز وشكرا لكل من يتفهم أن تعز هي نواة الدولة اليمنية. نعم دكتور فيصل علي من ماليزيا رئيس مركز يمنيون للدراسات، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الحلقة انتهت، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.